باهي انا وجنب الحميده سمر حمدي بالحاج 19 19 سنين 19 سنين سنين نقرا نقدم في في ادويه ميتلي راديو مكتب دار سنيو في الشباب دار الشباب نحضر مطرح صحابي عندي مع تو 50 خميس سبع عندي سنين 3 سنين ملي بجيت ننشط في من 2011 في دور الشباب وفي مختلف الجهات مشروع جريدتي يخدم على تكوين شابات وشبان على صحافة المواطنة. حكيت معاهم على تجربتهم في الإعلام، على علاقتهم بالسلطة بأنواعها، في العائلة، على المستوى المحلي والوطني، على نظرتهم للإعلام ودوره في التغيير. صحافة المواطنة، شباب يتحدى السلطة، إنتاج انكفاضة بودكاست. صافي جبران 16 عام نقرا 3 اني سيونس وننشط في كلوب راديو راديو بالما من ولايه كيبس في دار الشباب محمد علي. بديت في الميديا وقتها 2017 مع كلوب ميديا نادي اعلام ناخذ لي زابيسي نتاع الراديو والجورناليزم اون جينيرال، مي بديت في صحافه المواطنه مع جريدتي وقتها. بالحق عرفنا البرانسيب الحقاني نتاع صحافه المواطنه كي خرجنا خدمنا سور تيران، وتوي قاعده ننشط في الراديو توسكي فوتوغرافي مونتاج، وعندي زاد نخدم دي زيميسيون تونس والمانيا والجزائر. قايلت في عملنا فيديو كونفرنس الاول هي معاها وحطوني هو اول ريبورتاج خدمته وقتها، اول ريبورتاج في حياتي نخدمه وحدي، شوي مونتاج وصورت اني وقتها على الفلاحة وكل شيء. وقتها بالحق لي زوم ايموسيون تاعي ما مخلطين على الاخر، نحب نخدم وفرحانه بالخدمه وامام طون خايفه خاطر ريسبونسابيليتي اون فيت، هي انك تخرج وتخدم وباش تخرج حكايه للناس وباش يسمعوها العباد ريسبونسابيليتي، دونك تخوف ريسبونسابيليتي بالحق. انا موجوده امكانيه، انا نلقوا بذورنا موجوده في بلادنا، علاش ما نرجعوهاش للخدمه نتاعها؟ التقدم الصناعي اثر ايجابا على الفلاحه في العوام الطويله اللي فاتت في تونس والعالم الكل، وكان تاثيرها هو انتاج كبير واستهلاك اكبر. المشكل الحقاني هو وقت التقدم الصناعي هدد صحه الانسان، وساعات كيف تعمل بوز وترجع على التالي يكون احسن حل. كان وقتها ريبورتاج نخدم فيه فرحانة سي خطر أول مرة نشد كاميرا وحدي ونخدم، هذاك وقتها أحسن ريبورتاج، أول ريبورتاج وأحسن ريبورتاج خدمت. شكون عندي؟ أنا مش هطلب لك تليفونك تخدم على روحك. نبدأ ساكت جوهر اسكتوا معي الثورات جميعها أثبتت شيئا واحدا حتى الآن، وهو كل شيء يتغير ما عدا الإنسان. من 3 سنين تقابلت وقتها، مشيت نحب نعمل حاجة، فديت من القاعدة في الدار، مشيت دار شباب وقتها ما لقيتش حتى حاجة هكا تجلبني نحسها جوي نجم نعدي بها وقتي. عيط لي مدير دار الشباب قال لي عليه ما تدخلش في نادي صحاف. سألته قلت له شنو هو نادي صحاف؟ قال لي صحافة المواطنة، معاك عبيد في عمرك شباب يخدموا. أول نهار ما كنتش فاهمة الحكاية، كنت بشي بلي هكا كلي تكتب وتهبط حاجة كيما هكا. بعديك طلعت حكاية محليها، بشوي بشوي تتغرم بيها الحكاية، تحس روحك عندك حق أكثر من بقية العبيد. العبيد كيف يشوفوا حاجة يشوفوها ويبقوا ساكتين، احنا صحفيين المواطنة نشوفوا حاجة نصوروها ننقلوها نبرتجوها مع العبيد، عنا أكثر منهم يعني حق في التعبير، نجموا نوصلوا صوت برشا عبيد، نجموا نعاونوا. بالحق صحافة المواطنة تنجم تعاون في برشا حاجات. هذيك علاش ما حبيتش ما بتروحي بحاجة تعقل رأيي ممكن حصلت. ها؟
اكثر حاجه خدمتها وقعدت لي في مخي هي وقتها ايميسيون تاع راديو خدمناها في الصيف وقتها الماء مقصوص على بلاصه اسمها سوالم، فما بلاصه ابعد منها شويه مقصوص عليها الماء. وقتها كالعبيد كيفاش تحكي ونخدم من عندهم في لي تيمونياج بالحقيقه حاجه توجعك. انا معروف الشمال الغربي اللي هو من اكثر البلايص اللي فيها ماء في تونس وهو مصدر الماء لتونس الكل، فما عبيد مقصوص عليها الماء الأسباب. وقتها تفكر الفلاحة الكبار هما المسيطرين على الجمعية المائية، وجمعية المائية مش قاعدة تخلص ومشاكل كيما كيكا. ديجا تفكرها تصوير عملناها أكرم وقتها يسجل بالنورجستور، الرجل من كثر ما يعيط صوت ولا ساتوري، الرجل يبعد في الدكتافون وصوت مشي ويقوى صوت مشي ويقوى. بعد مشينا معاه لقينا على اليمين أرض فلاح كبير الزرع أخضر والشجرة متاعه حي وأخضر، وعلى اليسار فلاح الفقير الشجر الكل شاح وتكسر. معناها تصويره صحيح كلاسيكيه وتبان اللي هيك اللي شيء، اما كل قعدت في مخي على الاخر. وديجا نهارتها تهددنا بضرب زعما كلينا تريحه من هاد السيده ذي، خاطر فزعنا الحكايه غادي العبيد الكل خاضت. اما بالحق تقعد في مخي ليميسيون هذيك ما تنحاش. بيتك رايده فما مرة متعدين من بلاصة هي ريفية حوش صفاي في مكثر، وقتها امرأة كبيرة في العمر طالعة في الجبل وهز حطب وماء بدون منا في 5 إترات وبدون منا في 5 إترات. مشينا نسألوها عليها كانت هكا ديما تعيش هذه حياتك يعني تعدي ما حياتك طالعة هابطة في الجبل بالماء والحطب؟ قلت ذيك هو احنا ما عنيش لا طريق ولا عنا ماء. قررنا احنا معناتها نادي صحافة مواطنة باش نرجعوا نعملوا ريبورتاج باش نصوروا باش نطالبوا بكيس للعبيد هذوكا اللي تسكن غادي، خاطر مش واحد مش اثنين عائلات تسكن غادي. اموا معناتها البلاصة اللي اتصلت عليها شوي ضوء، حسيت روحي نعمل في حاجة بالحق، نعمل في حاجة هكا تستحق. كيف نقول عملت صورت سلطت الضوء على البلاصة هذيك أنا وصحابي، حس روحي عملت حاجة كبيرة يعني نفرح لتو. ما كنت فكرها الفازة نبدأ نتبسم يعني وتعجبني على الأخر، وما زلت باش نعمل حاجات كيما هكيك ما دمني ما زلت نشط في نادي صحافة المواطنة، ما زلت باش نعمل حاجات كيما هكيك. حسين زايد الانترفيو يا أخي الله غاد الدنيا مشاكلها صحافة المواطنة هي نوعية متاع صحافة اللي تخلي أي مواطن عادي يمارس الصحافة ويخلي عندها أمباكت في السوسيتي. في تونس موجودة صحيح، تنجم تخدم وتسلكها، أما كان بعلاقاتك صفة رسمية ولا قانونية تحميك وتضمن لك خدمتك لا. حمدي بالحاج 19 عام، عنده 7 سنين يخدم في صحافة المواطنة، عرفته وحنا نحضره للريدسكون. وفي وسط الهدرة حكي لي مرة هو وزوز أصحابه خرجوا يخدموا سور تيران، يلقوا رواحهم دي مينور موقفين في مركز الشرطة. بالنسبة لي الحكاية كانت غريبة، خاطر ما في باليش إنه ما زالت فما سانسرة وتتمارس بطريقة مباشرة على دي مينور. نهار 7 أوت 2016 خرجت أنا وزوز أصحابي رامي ومرام باش نصوروا في روبورتاج على الأولياء الصالحين. الروبورتاج نخدموا فيه وقتها مع جمعية عاملة فورماسيون في مكثر على صحافة المواطنة، نخدموا في الروبورتاج على الأولياء الصالحين وإيمان العباد بالحاجات هذيك. حبينا نصوروا في زاوية جو الزاوية كالبخور والشمع والفازات هذوكم. وقتها كفرحانين شارينا كاميرا بس كي شريتها جديدة تريبيي وبيرش، عاملين ديكتافون لافينو بسكوتش حاطين على عصات سبركة عاملينو بيرش. صورنا في الزاوية وبعدها هبطنا طف هبطوا علينا البوليسيه سيفيل. ايه غادي فاش تصور احبس جاي اوك اوردر دو ميسيون وتابعين شكون وش تعملوا فاش تصوروا هيك. هزونا معهم للمركز. على اول ما دخلنا على ذوك يا سي خليفه طاف رامي ياكل شلبوق، رامي داخل يتقصدر للمركز هكا خطر تخلق قبل شد هو يصور قبل. في اللحظه ذيك مش نعرف راحي لوين ماشي لاش باش نعملوا لا حد شيء، ويدهنوا في بيبي المركز صادعتني ريحه الديليون، تعرف كنا دخنا من هالريحه هذيك. اما لحظة اللي دخلنا البيرو رئيس مركز بدا يسأل فينا، رامي جاوب عادي اما راما لورلا ميتة بالخوف، اما انا نجاوب ومتردد معناها علاش مجدودين، حاب نفهم لا تكتب محضر لا فما اسئلة معقولة يسألوها فينا. ساعة سألنا على اسامينا قريب الراوح ومعناها كيسأل فينا كهو وش تعملوا وش تصوروا
ونتفكر ريحة الدهن غشمتني في اللحظة ذيك ما خممت في شيء جست اني نحب نروح فينا الموكا سايبونا ما انا سايبنيكم موكا هاو لا حسيتم لقتنعوا باش نعملوا لا الحاجة نعمل فيها شنية لا شيء هكا روح وكا هاو هزينا روحنا روحنا فازة الأخرانية تزيد لا ما تشاهدوا مرة أخرى ترى عملكم ستوري أخرى منهم مرة فما واحد عمل اعتصام قدام المعتمدية شنو يطالب؟ يطالب برخصة باش يبيع شوية ورد وشوية حاجات بالرغم انه فما رخص متاع اكشاك تعطات قبله لكنه هو انسان من العباد اللي مستحقين اكثر معناها الرخصة هذه باش يبيع وباش يكون عنده مولد رزق. مشينا كعادتنا معناها اي حاجة غريبة حبينا نصورها مشينا صورنا السيد وعملنا معها انترفيو. ما رأنا كان السيد المعتمد يسمع بالموضوع ويكلم وقتها مدير دار الشباب ويقول لهم راهو اللي صورته ما لازموش يهبط. السيد المدير كلمنا وقتها وقالنا راهو ما لازمكمش تهبطوا كذا وكذا وكذا. يعني عملت بالعاني وهبطت كلات بعضها الدنيا وتليفونات ضربت كوم كوا انه معتمد وقتها هو كانت عنده نيابة الخصوصية كانت عنده معناها السلطة المحلية الكل خاطر بحكم هو رئيس بلدية وهو معتمد في نفس الوقت. يعني صارت بلبلة وعلاش احنا كسلطة ما تسمعوش كلامنا وكل كلام هذاك معناه جاوبنا قلنا له رانا ما ناش نخدمه عندك ما ناش خدامة عندك في الاخر معناها ذي حاجة شفناها وذي خدمتنا كصحافة مواطنة ولازمنا نقوم به ولازمنا هو كمواطن لازمنا نوصله له صوته قبل كل شيء معناه. وقت عملت بلبلة على الفيسبوك وهبطت استطيع ومعنا صحفيين كانوا قبل ينكادريون وكل شيء تعاطفوا معنا وهبطوا رسائل دعم لنا احنا وتعاطفوا معنا وحتى نقابة الصحفيين اتدخلت بالرغم كانت نجمة تدخلش شبكة مراسلون بلا حدود اتدخلت. يعني الحكاية وصلت حتى للولاية والوالي وقتها كلم المعتمد وقال له ما عادش تدخل فيهم وراهم هذوكم اولاد دار شباب وخليه يخدموا خدمتهم وانت ما عليك كان تخدم خدمتك وكل واحد يخدم خدمته في الاخر. وقتها عملنا حاجة معناها ظهرنا وكشباب بالنسبة لنا أول مرة هيك ندخلوا في صدام مباشر مع مسؤول ولا مع السلطة معناها كانت لنا تجربة قوية برشا وتعرفنا أكثر من ذلك كل معناها تعرفنا وبرشا صحافيين أخرين عرفونا وبرشا صحافيين أخرين معناها أبداوا استعدادهم إنهم يدعمونا وإنهم يجيوا معنا وينكدريونا زادة وكل شيء معناها. عنا فصل وزير دوزيرة ايه دوزيرة مين تفكت الكاميرا؟ عادي دي بعد الكاميرا كي تفكت لي وقتها اجتماع والله نسيته الاجتماع اسمه بالضبط كل الاجتماعات اللي يبعث وزير مثلا يمشي الولاية بشي يشوفوا مشاكل نتاع الولاية ذيك ولاية كيف سليانة فيها مية مشكلة ومشكلة فما عبيد معطلة على العمل فما مشاريع حابسة فما مية حاجة وحاجة يبعثوا وزير شباب ورياضة بومش استنقاصا منه. اما في اللحظة ذيك مثلا عنا مشكلة السبيطار نتاع ماكثر كان لازم يجي وزير صحة يشوف خاطر فلوسها مصبوبة وبروجي مازال ما بداش مثلا مذكر يسيمي ولا جت وقتها وزير شباب ورياضة مجدولين شيرني وقتها نحنا موجودين غادي باش نعملوا ضغط الاجتماع ناو عبد الرحمن وآية ومعانا جماعة نتاع المندوبين نتاع سليانة دخلنا لداخل الولاية الاجتماع قاعدين نصوروا في الأجواء لداخل كيفاه فجأة هكا مواطن تحسوا كحرش معها اللغة معناها بدا يعيط ونسيت علاش تعارك وقتها الحاصل صارت بينته هو إياها فما تحسها كالعارك مش بسوء نية نصور أما كاميرا تصور خليها تصور نتلافت نلقى الميديا الكل وخرت التالي كتقهقر بثلاث مربعات نتاع مونوبولي والكاميرا نتاعي موجوده وتصور. من بعد خرجنا فطرنا وجينا مروحين مروح باش نركبوا في الوجه ونروح طلبنا شكون من المندوبيه نتاع سليانه مندوبيه شباب الرياضه خاطر نشطوا مع دار شباب نحن قالنا اجوا تو المندوبيه حشنا بيكم اش فما اجوا تو حشنا بيكم يا عبد الرحمن هاي خروحوا يا عبد الرحمن ليه يطلبونا خنار مشينا دخلنا المندوبية عرضنا وقتها السيد كلمني قاعدين في المندوبية الأولى قال يعطيني الفيديوهات حاشتهم بهم
قلت له شكون حاجتهم بهم؟ قال لي حاجتهم بهم في الوزاره باش يهبطوهم اون اكسكلوزيفيتي على باج الوزاره. قلت له باهي لحظه خلينا ناخذ الماتير نتاعي وهز على روحك معناه. قال لي ليه ليه من غير ما تاخذ اعطيني. قلت له لحظه يا ودي خلينا ناخذ الماتير نتاعي وبعد هز خلينا نروح نرجع على روحي وبعد هز. وفي اللحظه هذه الكل مشني مخمم اصلا اني نعمل حاجه بالفيديو هذاك ولا تخيلت اصلا انه في اللحظه هذيك صايره سانسره وباش يفكوا لي الماتير نتاعي. هز الكاميرا بالكارت ميمور بكل استنينا طلبت سيباديس قال لي روح تو نصرفنا بعد. سيباديس اللي هو رئيس تحرير مكتريس نيوز ومدير دار شباب مكتر. طلب شكون في المندوبين هز علي حد ولا نورمالمون قالنا روحوا تو نصرف الكاميرا تو نجيبوها بعد. قعد يتصل بهم بيريود كبيرة على الكاميرا، الكاميرا ما فهمش. رجعت الكاميرا بعد عامين الباب نتاع كارت ميموار وين تدخل كارت ميموار منحي الليكروم جرحة والكاميرا ما عادش تقبل شارج والكارت ميموار بتبيع ما فهمش. ورجعت الكاميرا ظهلي بعد ما تنحت مجدولي ما عادش موجودة في الوزارة وصارت عليها مشكلة كبيرة. ديجا الكاميرا ذيك باش رجعت ديجا وقت اللي تهزت مكتريس نيوز فيها كانزو كاميرا ويت قعدنا نخدموا بكاميرا واحدة معناها. وقتها بشفقت اللي الحكاية سانسرة وفاكين لي ماتير باش ما نعملش بها حاجة خايبة على الوزيرة وكاللغة ذيك الكل صغير وقت شنفهم منه شي هذا 17 سنة هذا اللي 16 صغير ما فهمتيش الحاجة ذيك. ما فقت الاج دو 18 ans اللي في اللحظة ذيك صارت علي سانسرة من العبيد اللي المفروض تحميني وقت نخدم من الوزارة اللي ننشط معاه اللي المفروض حمدي ينشط في دار الشباب ماكثر في نادي صحافة المواطنة. المفروض وزارة الشباب والرياضة هي اللي تحميه في حاجات كيما هكا انه يخدم في صحافة المواطنة. ما تعرضت للسانسرة من الوزارة. ما زلت ما عادش عندي بلان اخرى باش نحطها لهذا. اما سي بيان والله سي بيان سي سامبل سي افيكاس. علاش ما جياش في الاوفيس غير نحكوا على ديبرسيون هذه الكل. تقوليش ما عملتوش ما وصلتوش لدقيقة توا. استنى علاش هذه كلها ما جيش في الاوفيس غير نحكوا على ديبرسيون كيفاش صار؟ تحب انت تحطهم لي بلان تاع ديبرسيون. تحب تحطهم بس ما عادش تنجم برج ولي برج ولي غير ولا ما يغيرش. ميزانية عندكم ديما لاباري في جيبس عنده صورة خير من هكاكا. باهي يعني كمل روشك واكسبورتي عندك نص ساعة. المومون هكا حسيت بالقوة. من الأول حسيت بالضعف لأنه حسيت نفسي أنه أنا مجبور أني نعمل حاجة أنا ما لازمنيش نعملها. حسيت بالضعف حسيت فما سلطة أكبر مني قاعدة تمارس عليا في ضغط. لكن أي ضغط راهو باش يولد الانفجار معناها في الأخر. قلت لهم معناها مانيش مهبطوا الفيديو خاطر هو تفسخ بعد ما هبط. قلت لهم مش مشكل خلي تفسخ لكن باش نقوم باللازم هكا هو. ديجا البروفيل متاعي معناها الفيسبوك كان يعني يحر فيه وحر شنو نهبط في الاخر. بالضبط هبطت على البروفيل متاعي وصار لي صار وصارت وقتها بلبلة كبيرة شوية معناها. وكاو احنا في الاخر ناس معروفين وتعرفنا معناها بالخدمة متاعنا بشوي بشوي حتى المجتمع المدني بالبقالته معناها اتعاطف معانا وبالحق وقتها اول مرة نحس بالقوة معناها. حسيت روحي معناها عندي بوفوار اكثر من السلطة في الاخر. إرتهم جماعة النفوذ هذوك يعني وزيرة ولا معتمد كيف دا موضوع بيه باش تشكر وتمجد ايه مرحبا صورني ايه ماذا بيا كيف دا موضوع هكا باش تنقد باش تطرح قضية باش تحكي على خلل هو عمله ليها مستحيل ما متنجموش شكونكم انتوما صحافة شنو صحافة شني صحافة المواطنة دي ما نعرفوهاش احنا ما عندكم هيت الكاميرا هيت الواحد برا وروحوا ما هكيك فهمتني فهمت الفازة شو عملت فيه أنا ما احترفتش ترونت دوغري هذيك اللي فهمها تاني هو ما حبش يفهم اللي فهم جورناليست يغزر له باهي فهم حاجة أخرى ريت كتفه هذي نجاه هكا شوي مقدم شي شوي شنو الباقي كل سفر جوز تنزيد وحكاية حق الرد حتى الرد هم يقولون نخليوه شوية إسباز تعب لون هكا ذي مهمة نوع كنت مغرمة برشا بالتياتر ودخلت على خط التياتر بعد بشوية بشوية نلقى روحي في الراديو بويسكينا كان الراديو يخدم في دار شباب دخلت في الراديو في نفس الوقت عائلتي كانت رافضة دخول لدار شباب جملة وراديو جملة يحبوني نقرأ ومن دار القراية من القراية للدار ما أمي ما تحبش وبابا ما يحبش ندخل صحافة جملة يحبوني نقرأ كونتابيليتي ولا طبيبة ولا كل حاجة تنوك الكل
هكا كما معقدين دارنا ما يحبونيش، يحبوني كل عادي التقليد من تقبل بنت طبيبة بنت محامية بنت درشنية، والصحافة ما توكلش الخبز والمسرح ما يوكلش الخبز، وباش تولي لك برشا مشاكل وتلفزة ودرشنية ودرشنية ودرشنية، وانا ما نحبش، نحب نمشي نتبع غرامي. من الاول واجهت برشا مشاكل معاهم، وصلت كذبت عليهم ونمشي نقرا اتيود زعما باش نمشي لبرشا فيه باش نمشي نسجل باش نمشي نعمل ديزيميسيون اي حكايه، يعني لازمني نكذب باش نجم نخرج، وهي حاجه خايبه بيان سور نكذب على والدي، اما ما كانش عندي حتى حل، لازمني نعمل هكاك باش نجم نوصل اللي انا فيه تو. بشويه بشويه كي جاي جروب جريدتي ودخلت كل شيء ما همش مخليني جمله مليول يا اخي، بشويه بشويه زدت كبشت اكثر وعملتهم كل حسيل معاهم باش نجم نوصل لهنا، وليت نسيح نعيط نكسر نعمل الكل، المهم نمشي ما يهمنيش. حاجة دبيل على الاخر خاطر يعرفوا ياخذوا حد شيء جوست هكاك يجيبوا اي حكاية يجسدوها يعاودوا يمثلوها وبعد يحطوها كوم كوا تونس هكا، ما هي تونس مش هكا الجملة، تونس فقيرة لا تونس غنية، تونس غنية بأفكارها تونس غنية بشبابها تونس غنية بممثلينها بعبيدها، ما هم مش عاطين قيمة لرويحهم جملة. وقت اللي صوروني في الروبورتاج اللي هبط من الاول امي كيرات وتصدمت، قالت لي كيفاش وعلاش ودرشني ودرشني، من بعد فرحت قالت لي معناها فهمت لي انا مانيش قاعده نضيع في وقتي، مانيش قاعده نعمل في حاجه تافهه هكاك جوست باش نخرج من الدار ولا باش نهرب من القرايه ولا حكايه هكاك، فهمت لي انا نجم نوصل بها الحكايه ذيك. بشويه بشويه بديت تقنع في بابا اللي خليها سيابه خليها تمشي كل شيء، وتوا هاكا شويه شويه انا محاله، اما كي نبدا فما كامب ولا صحافه ولا باش نخرج تورناج ولا حاجه لازمني نعمل مستحيلات باش نخرج، وشويه شويه بداو يخليوني ماني بداو يسيبوا لي اللعب شويه. الحمد لله نشرو بعضنا نشرو بعضنا نشرو بعضنا نشرو بعضنا نشرو بعضنا زد بارتي امنا جات فوق فوق فيهم فوق فيهم معانا صدق على الناس. اوكي بيبي شو اسمه البارتي سلا البارتي اللي تربط بيناتهم كملت على كلامه بسلام بالدارجة ومش عارف ايه كملته. كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا أن في الإعادة إفادة، مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، شعارنا لا للاختلاف. ما فهمش حرية في الدار، عمرها ما كانت فما حرية، بالعكس الدار منبع القمع. ملي أنت وصغير، ملي أنت عمرك 5 سنين، حتى إيش لين تكبر، كل ما تزيد تكبر، كل ما تزيد عام، كل ما يزيدوا يقمعوك أكثر، كل ما زيد تكبر المشكلة، كل ما زيد أنت تتخنق. والهم اللي عطيتوه بغصتك لينا، نحن اللي فيكم الحب رينا، ونسيتوا ونسينا، وقلنا خلينا اليوم نجرب نغوصوا فينا في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني بشعري بأطواري بأشعاري، لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم، لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان. قالكم فيها بالقلب نتاعها بالدارجة جيت هذوما الناس اللي مقموعين ضعاف، سيغتو ساكتين اللي ما ينجموش، يعني ما ينجموش يتكلموا، ما ينجموش ياخذوا موقف. الحل الوحيد انهم يتمردوا، ما نسمعكش، انا نعيش هكيك سيغتو ليميت هيدم خاطر ما كنتش كنت نخاف. بالرسمي كنا عاملين في نخدموا حاجة واو في الاخر، اما تنجم بزيزت كانت شدونا 4 صباح تبدأ ما خير برش. حتى نهارين بيسير زد.
الرجيم تاعنا كان حاجه مش عاديه على الاخر. هيا برك هيا برك هيا برك اما كعبرت لنا في الاخر. الصحافه هي السباس الوحيد اللي نجم نمارس فيه حريتي، حتى كان مفكوكه هي مانيش قادره نمارس فيه حريه 100%، اما باش نعدي ما تحياتي الكل، حياتي الكل ما دامني صحفيه مواطنه باش نعدي حياتي الكل وانا فك في حريتي ورسهم تحرق. ميراكولوزمون برسك كاملو ان ميراكل ان ميراكل بالرسم هاني كامل وسيما كامل اكسبورت. شفنا صغار في العمر اما كبار في مخاخنا نتشاركوا في نفس الحلم وباش نوصلوا مانيش كيف علم العار ما تجمعش ما تقارنش شوف كلام الحق نوصلوا. شفنا صغار في العمر اما كبار في مخاخنا نتشاركوا في نفس الحلم وباش نوصلوا مانيش كيف علم العار ما تجمعش ما تقارنش شوف كلام الحق نوصلوا. صحافة المواطنة شباب يتحدى السلطة انتاج انكفاضة بودكاست إخراج هزار عبيدي تصميم صوتي وسما قيدي بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة. كتشوفنا صغار في العمر ما كبار في مخاخنا نتشاركوا في نفس الحلم وباش نوصلوا مانيش كيف علم العار ما تجمعش ما تقارنش شوف كلام الحق نوصلوا. كتشوفنا صغار في العمر ما كبار في مخاخنا نتشاركوا في نفس الحلم وباش نوصلوا مانيش كيف علم العار ما تجمعش ما تقارنش شوف كلام الحق نوصلوا. كتشوفنا صغار في العمر ما كبار في مخاخنا نتشاركوا في نفس الحلم وباش نوصلوا مانيش كيف علم العار ما تجمعش ما تقارنش شوف كلام الحق نوصلوا.